بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا خلاص خلصنا كل العمليات، فاضلنا بس نعمل ايديت، نفتح البوب اب بتاع الايديت للكاستمر وندوس نسيف يحصل ابديت، وده اللي فاضل لنا فقط. ولما يحصل ان شاء الله يبقى كده عملنا كل العمليات اللي احنا عايزين نعملها في الشغل بتاعنا، لان الداتا كلها متجايبينها اهو في الكاستمر فورم وما عندناش ان شاء الله مشاكل. طيب كويس جدا، احنا محتاجين في الايديت بتاعت الكاستمر ان الداتا كلها تتعرض، القديمه تتعرض، لما اقف ادوس على حد يطلع لي بياناته، لما ادوس على حد تاني يطلع لي بياناته الى اخره. فكان سيت ايديت كاستمر موديل موجود، فقمت واخد الداتا بتاعته كلها، الاوبت تايب اللي هو او الاوب تايب او الفورم اوبريشن تايب. على فكره اوبريشن ناقصه اي ار، مش هنقدر نصلحها في كل بروجكت دلوقتي، ماشي مش مشكله. انا سيت كاستمر موديل اي دي كاستمر نو كاست نيم. الله، طب احنا كده نسينا كمان الكانتري، صحيح، يبقى اجيبها من البيرنت. ايوه زي ما شفنا قبل كده بالنوك اوت، بيرنت دوت اندرسكور اي دي، دي كده جابت لي اسم الايه البلد، كوما بقى الاي دي بتاع الكاستمر والى اخره. يبقى اول حاجه الايه ناخدهم كوبي كده ونحطهم ايه هذا بارامتر، بس طبعا البيرنت اندرسكور ده اي دي ده مش هينفع، ده هنسميه كانتري، يبقى واضح كانتري اي دي ماشي. والاندرسكور اي دي ده بالنسبه للكاستمر اي دي، كاست نو سيبو كاست نيم تمام والى اخره. كويس جدا. اول حاجه بقى نشيل بقى الاوب تايب دي، بقى هنقول له لا بقى السي اف فورم اوبريشن تايب دي نوعها ايديت. طيب الكانتري اي دي ادي له الفاليو بتاعتها، هتيجي من الكانتري اي دي اللي احنا جايبينها لك كذا بارامتر. الكاستمر اي دي السي اف كاستمر دي هتيجي من الايه من الكاست اي دي، مظبوط. بعد كده الكاست نيم، لا دي الكاستمر كانتري دي هتيجي من الكانتري اي دي دلوقتي، مع ان المفروض نبقى نظبطها بعد كده نجيب الكانتريز نفسها، بس مفيش مشكله هتطلع مظبوطه لان هيرمي على الكاستمر كانتري دي اللي هي السلكت، وطبعا كنا حاطين الفاليو بتاعها هي الكانتري اي دي، هيظبط. الكاست نو يجيب معنا الكاست نو، الكاست نيم نبعت له الكاست نيم اللي جاي لنا من فوق، تايتل نبعت له التايتل كازا فاليو اللي جاي لنا من فوق عشان نستها في الفورم، والفون كذلك هبعت له الفون، والجندر والايميل كلهم بنفس الاسلوب. ادي الجندر وادي الايميل، ابعت له الفاليو برضو زي ما بعتها لي من البارامتر، تمام. ابروس سيف بس بيتنقل كده، معرفش هنبقى نظبط ده. تمام، دي الايديت كاستمر موديل. تعالى ندوس على ايديت محمد النجار، قال لي مستر Arabic Republic of Egypt، وطلع لي رقمه الاربعه، طلع محمد النجار ورقم تليفونه وايميله، تمام كويس. تعال نشوف اللي جنبه، اسلام مراد ايديت، قال لي مستر والرقم وحايد واسلام مراد رقم تليفونه وايميله Arabic Republic of Egypt، كله تمام. تعالى دوله ثانيه كده نشوف، ولا نشوف مجدي، انا برضو لسه في نفس البلد، بس البنات غيرت وكله تمام، كل البنات مسمعه مظبوط وكل البنات بتعدل صح والايديت شغال. البلد اللي يهمني بس عايز اطمن على البلد، فلازم اشوف بلد غيرها، طبعا بتاكد ان انج ان برضو التايتل اللي بيتظبط اتغير، سوريا اهي مظبوط بقى اتغيرت، والمستر اتغيرت بدل انج كده تمام، يعني مش محتاجين، ودكتور اتغيرت والسورية اهي تمام، يبقى كده تمام. الايديت كشاشه طلعت ما فيش فيها مشكله، كويس جدا. طب عشان نقدر نعمل ابديت، احنا اصلا كتبنا الكود
اف ان جه لك ابديت اعمل كذا، اف ان جه لك اد تعمل كذا والى اخره. فاحنا نعمل ايه لو رجعنا تاني كده لل، لا مش الاد كانتري موديل، اللي هو الاد كاستمر. ايوه تعالى ايه الهيدن ده نخليه تكس عشان نبقى شايفين القصه ماشيه معانا ازاي، ويبقى نخفيهم تاني نرجعهم لكم تاني هيدن. عشان بس نشوف الداتا اللي طلع لنا مظبوط بتاعت اسلام مثلا. ادي اديت وادي الاي دي بتاعه وبتاع البلد وكل الداتا مظبوطه كويس جدا. النجار اديت تمام، الاي دي بتاعه ونفس اي دي البلد مظبوط تمام. انا بتاكد قبل العمليه ذات نفسها، لو اد كاستمر جديد طلع لي كلمه اد وشال الايه اللي هي الاد والكاستمر اي دي والكانتري اي دي كده مظبوط. نرجعهم تاني زي ما كانوا هيدن كده، الدنيا جاهزه على طول على السيف. يحصل لو كنا ظبطنا السيف مظبوط وما كانش فيه اخطاء نجربه. اديت اسلام مراد مستر خليه انج اسلام مراد، قلت له لا اسلام مثلا بهاء مراد مثلا غير اسمه. رقم التليفون كان ست اخره ستات هنخليه لا اخره تلاتات. والايميل نغير برضو فيه عشان نلاحظ، والصوره بتاعته نرفعها له بقى ما كانش مرفوعه، دوس سيف الصوره اترفعت اوتوماتيك وتغير بقى اسلام بهاء مراد والداتا تمام والايديت اشتغلت. الرساله عشان تبقى طالعه معانا مظبوط مظبوطه هنا طيب. بعد ريفريشنج للديتا تمام، هروح على يعني بعد الفيشنج الداتا طبعا المفروض لما بعمل الابلود فممكن اقول له المودل بتاعي يعني اقفله، فاقول له مودل توجل. لو انا مش عايز يعني طالما اترفعت الصوره أو عملت اد او عملت اديت مش عايز المودل عايزه يختفي اوتوماتيك بعد ما حصل ريفريش مفيش مشكله تمام. عشان ما اعمل اديت او اعمل اد بتختفي على طول والشاشه تظهر فيها الاضافه. كل الناس البيانات عندنا اهي ما عندناش اي مشاكل كده. فاضل لي مجدي اعمل له ديليت اتحذف. النجار اعمل له ايديت وهنرفع له صوره ونظبطها كده. احنا عملنا ايه كده؟ اكيد عملنا كنترول بانل كامله فيها اضافه وتعديل وحذف وفي كذا حاجه وحاجات مداخله وصور وكله تمام. الداشبورد بتاعتنا بقت متكامله، الريموف البتاع كله تمام على مستوى الكانتريز على مستوى الكاستمرز. الداشبورد بدات تكتمل بكل العمليات الاساسيه اللي احنا عايزين نعملها عليها ونكمل ان شاء الله.